عندنا سؤالين جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الأول، ما هو رأيكم في نظام البيع بالمرابحة؟ معلوم؟ نعم. هذا السؤال الأول. البيع بالمرابحة، نعم، أن أشتري سلعة، نعم، بألف، ثم يأتيني شخص آخر ويقول بعنيها بربح، نعم، سواء مؤجل أو غير مؤجل، أقول له ما في مال، أربحني بالألف مئة وأبيعها، هذا لا بأس، لا بأس به ولا إشكال فيه. هذا السؤال. لا، احنا يكون عندي سلعة اشتريتها بألف، ويأتي إنسان ويقول بعنيها بربح 10% أو ما أشبه ذلك. أوضح لك يا شيخ كيف يكون النظام عندنا. مثلا أنت تريد أن تشتري بيت بسعر مثلا 100,000 دينار، يأتيك مثلا وأنت تريد يعني إكمال هذا المبلغ من هذا البنك، يقول نعم أنا أكمل لك باقي المبلغ، مثلا باقي 20,000 مثلا، يقول وأخذ عليك أبيعك البيت مثلا بـ110,000، يعني ربح له 50%. هذا هو يعني إنسان يشترى بيت ب80، نعم، يعني هو يشتري من صاحب الملك ثم يبيع فيها مرة ثانية. حرام بالإجماع، الله ما حد يقول هذا. نعم، هذا الآن افهم الصور هذه. نعم. اشتريت هذا الشيء مثلا ب100 وأنا ما عندي فلوس، ذهبت إلى التاجر قال أنا بشتريه منك ب100 وبيع عليك ب120. نعم. هذا حرام، ما في إشكال. إن كان هذا السؤال هو حرام ما في إشكال. ها؟ ها؟ ولا عندك هذا المبلغ. نعم. أذهب إلى البنك فأقول اشتروا لي هذا البيت ل100,000. يقولون نعم. نحن نشتريه لك 100,000 من صاحبه. نعم. ثم نبيعه عليك. نعم. ب120 أو ب130. تمام. إيه. فاهمين الصورة الآن؟ طيب. الآن البنك لولا أن هذا جاء وقال اشتري البيت يشتريه ولا ما يشتريه؟ ما اشتري. إذن هذا الشراء من البنك حيلة على الربا. فبدل من أن يقول البنك خذ هذه 100,000 ب120 واشتري البيت أنت، بدل من هذا يقول أنا أشتريه وبيع عليك. فهل للبنك غرض بشراء هذا البيت إلا زيادة ربوية؟ عجيب يا جماعة، خلوا يكون عندنا عقل. يعني معلومة البنك ما له قرض بالبيت، لو أنك أنت جيت وطلبته ما شراه. إذن ليس تاجرا، لكنه متحيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. متحيل، بدل من أن يقول البنك خذ 100,000 روح اشتري البيت وأعطني بدلها على رأس السنة 120، قال أنا اشتري البيت وبيعه عليه. الله المستعان. أيما أقرب حيلة للربا، هذا أو ما فعلت اليهود لما حرمت عليهم الشحوم؟ قالوا ما ناكل الشحوم، ما لزم، ذوبها حتى تكون ودكا ثم بيع الودك وكل ثمن. هذا أبعد، يعني حيلة اليهود أبعد من الحرام من الحيلة التي ذكرت لك. لهذا أنا لا أشك أنها حرام، وأنصح إخواني منها، وأقول ربما كانت قسوة القلوب والبعد عن علام الغيوب بسبب هذه المآكل المحرمة التي لا يكاد أحد يقلع منها لأنه يرى أنها حلال، وربما أفتاه بعض الناس بذلك. ونحن أمة صرحاء، أمة إسلامية، نأتي البيوت من أبوابها ونأتي الشيء مثل الشمس. كل يعرف أنه بدل من أن يقول البنك خذ 100 اشتر بها البيت وهي عليك 22 سنة، هذا كل يعرف أنه حرام ولا حد يقول حلال. أو يقول أين البيت الذي تريد، فيذهب البنك ويشتريه ب100 ويبيعه على هذا 120. أي فرق يا أخوان؟ أما لو كان البيت أو السيارة عند البنك من الأصل وباعه عليك بربح، اشتراه ب100 وقال 120 عليك، ما فيها شيء إلا إذا كان القصد الدراهم، فهي مسألة التورق وفيها الخلاف. مسألة ما يلزم هذه
دهن على 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 رمل. اولا بارك الله فيك، هل يعقل هذا الرجل الذي اختار هذا البيت او السياره، هل يعقل منها يهون وهو يعرف ثمنها ويريدها؟ يعني ان وجد واحد من الف يمكن نادر جدا، ما يمكن يجي يختاره ويجي لمك ويقول اشتهى له يهون. ثانيا انه اذا هون كتبت سوداء في صفحته، سوداء ما يوثق به بعد ذلك. طيب اذا ما هم هون. والله يا اخي شيخ، انا اقول يا اخوان نحن امه اسلاميه، ونبينا عليه الصلاه والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل. والله لو كان فيها شيء من الحل لكنت افتي بحلها، لكن كيف اقابل رب العالمين الذي يعلم خائنة أعين وما تخفي الصدور؟ خلى البنك يشتري هو ما شاء من أراضي أو من دور أو من سيارات ويعرضها للبيع، آتي أنا وأقول أبيها نقدا فيقول بمئة، يجي الثاني يقول أبيها مقسطة يقول بمئة وعشرين، هذا ما حد ينكر إنه جائز إن شاء الله. أما هذه اللعبة لعبة يا أخوان، فكروا فيها لكم من الآن إلى أن تبلغ الروح في الحكم وألموا وش النتيجة.